عندما يتم الحديث عن برشلونة الأمر لا يتعلق بالمشاهدات إطلاقا، نحن نتحدث عن المنزل هوم يا باشا. برشلونة فكفة وكل الفرق في العالم فكفة. لما الواحد بيتفرج على ماتش برشلونة بيكون فيه شوية حماس وروح عنده مش موجودين في ماتشات كتيرة جدا بتفرج عليها للأهلي أو لمانشستر سيتي. برشلونة برضو تفضل في القلب ليها معزة خاصة. برشلونة بيقدم مباراة مميزة جدا جدا قدام أوساسونا. أوساسونا اللي برشلونة لما سجل فيه الهدف الأول بدري عن طريق فيران توريس من ضربة الجزاء اللي تحصل عليها فيران، سجلنا الهدف الأول خلاص. برشلونة من نوعية الفرق حاليا اللي لما بيسجل هدف أول في أول 10 دقايق أو أول نص ساعة هيمسكك يهينك، هيهينك بجد، مش هيسمي عليك. دامبوس بيقدم أداء مميز جدا 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 من الحتة دي يا باشا، مش هقولك منسق من المكان ده حضرتك. كنت بقول إن عثمان ديمبيلي هو أفضل جناح موجود في برشلونة، أفضل من فيران توريس، أفضل بمراحل من لعيب زي أداما تراوري فينيشر. عثمان ديمبيلي أفضل منه، مهارات عثمان ديمبيلي أفضل منه، وهفضل أقول كده تاني وتالت ورابع. سواء دامبوس جدد وساب عليه حالنا ويعني ربنا كرمه كده وسمع كلام جمهور برشلونه وبدا يجدد، جمهور برشلونه اللي كان بيشتمه من شهرين ثلاثه وكان بيقول عليه خاين وعميل والكلام ده، هو نفس الجمهور هو اللي بدا يشوف ان عثمان ديمبيلي بقى ركيزه اساسيه مهمه جدا. لان احنا زي ما كنا بنتكلم عثمان ديمبيلي طول ما هو سليم واحد من افضل العناصر في الفريق، انما مع الاسف يعني موضوع طول ما هو سليم ده بيكون قليل شويه، لان عثمان ديمبيلي بقى له 4 سنين معانا يعني قاعد في المستشفى اكتر ما لعب. فعثمان ديمبيلي حته الاصابات بس، الاصابات بصراحه دامبوس كان زمانه في حته تانية خالص. اسيستين جمال جدا جدا جدا، اسيست الهدف الثاني لفيران توريس، فيران توريس اللي نتمنى ان التسجيل يجيبه مع مسانده الاعلام الاسباني لفيران، نتمنى ان فيران توريس يبقى واحد من اللعيبه المؤثره جدا في برشلونه الفتره القادمه. نتمنى ان عثمان ديمبيلي يستمر بنفس الابداع ده في ماتش الكلاسيكو. انا عايزك ماتش الكلاسيكو النهارده دامبوز، يعني عايزينك ماتش الكلاسيكو تكون حاضر كده وجاهز وتلعب عرضيات جميله لاوبا، واوبا يستغل كده الكره العرضيه ويحط برجله زي ما عمل في الهدف الثالث. نمنا شويه ما بين الهدف الثالث والهدف الرابع، قعدنا حوالي 50 دقيقه بس عادي مفيش اي مشكله يا جدع، المهم ان الرابع جه. والمهم برضو ان جافي للامانه عمل مباراه مميزه جدا، مباراه مميزه جدا في المكان اللي هو بيعرف يلعب فيه، نص الملعب ناحيه الشمال. جافي نص الملعب ناحيه الشمال ادى مباراه كويسه جدا. فرانكي ديوم كان مريح النهارده، اراخو كان مريح النهارده، وما عنديش اي مانع انك تريح اراخو وهو عنده بطاقه صفراء، ما فيهاش اي مشكله خالص، خصوصا انك بدات تدي ثقه للفريق ان احنا هنكسب باي حد. وانا كنت بتكلم على الحته دي في ماتش جاله سراي ان احيانا ما بتعرفش تكسب باي حد زي ما انت ما كنت متوقع، بس النهارده الماتش الظروف بتاعته فرقت لانك سجلت بدري. لما بتسجل بدري المجموعه الشابه الصغيره اللي معاك بتبدا تاخد ثقه ان الماتش بتاعها وان الماتش مش هيروح من ايديها، انما طول ما التسجيل ما بيأخر المجموعه بتتوتر والمجموعه التوتر بيعلى عندها. فكل مباراه ليها ظروفها الخاصه، النهارده الظروف الخاصه بتاع المباراه سهلت المباراه جدا على برشلونه. هدفين في تلت ساعه المباراه سهلت جدا، اعطتك مجال انك تعمل تغييرات زي ما انت عايز. وبرده للامانه برده داني الفيش بيقدم عظمه من ساعه ما جه برشلونه، يعني داني الفيش قدامه بيدري، بص هو بيدري بالنسبه لي هيفضل افضل لعيب في خط نص برشلونه من ساعه ما رجع. طبعا بوسكيتس في ماتشات بيكون مميز جدا فيها، النهارده بوسكيتس للامانه كان كويس. بوسكيتس واضح ان هو زي الشباب، اول ما بنتقدم الموضوع بيفرق بالنسبه له، بيحس ان النهارده برده يومه، مع ان مفترض ان بوسكيتس عنده خبرات ومفترض ان بوسكيتس يوصل الخبرات دي للشباب، بس واضح ان بوسكيتس زي الشباب بيعاني في حته ان هو خبرات والكلام ده. يعني لعيب ممكن يلعب 5000 ماتش تلاقي ان الخبرات ما عندوش حاجه كده، زي احمد توفيق، ومش تقليل منه اطلاقا، عادي جدا بتحصل مع لعيبه كتيره جدا. عثمان ديمبيلي طبعا مان اوف ذا ماتش بالنسبه لي، بيير امريك اوباميانج كان كويس جدا، فيران توريس اتمنى ان هو يكون دعم من دعمات الفريق. التغيرات ابو علوش نزل في الدقيقه 80 مكان فيران توريس، ممفيس ديباي مكان اوبا في الدقيقه 73، ريكي بوجي وريكي سجل هدف جميل للامانه، يعني خدها لم الجون في ربع متر اللي هو بسم الله ما شاء الله. يعني نتمنى انك تستمر وما تروحش تشرب ارجيله بعيد عننا. كلموا الانجليزي نزل مكان جيرارد بيكي عشان يكمل 150 مباراه برشلونه، اوسكار مانجيزا نزل مكان جوردي البا. التغييرات كلها بتقول ان هو بيريح اللعيبه للكلاسيكو القادم. برشلونه قدم اللي هو عايزه في المباراه، قدر ان هو يكسب بعناصر مريحه على الدكه علشان خاطر الانذارات، عناصر مجهده زي فرانك ديونج، عناصر شابه زي فيران توريس محتاجه ثقه، عناصر زي عثمان ديمبيلي كل مباراه عن مباراه بيثبت ان هو ركيزه اساسيه في برشلونه يجب تمسك بها.
يجب ان تمسك بعثمان ديمبلي، ما ينفعش انك تسيب عثمان ديمبلي بعد المستوى اللي هو فيه. هو انت ممكن تجدد له يجي تاني يوم مصاب، بس دي خلاص يعني اصابات هنعمل فيها ايه، دي قدرنا بقى يا باشا. انما عثمان ديمبلي ممكن تفضل سايبه كده، سايبه شغال زي الفل، وتيجي تجدد له تاني يوم تلاقي ان هو اتعور. فاللي هو باشا تسيب عثمان ديمبلي عشان الجواب بتاع عبد الله السعيد انا هرشه وحافظه صم، اللي هو كان هيجي قبل عقده ما يخلص تلاقيه بسم الله ما شاء الله المنحنى التصاعدي، بعد ما جدد عقده تلاقي المنحنى بتاعه نزل في الزربيه. فما نعرفش بصراحه عثمان ديمبلي هيفضل سليم لحد امتى، بس طول ما هو سليم واحد من اهم اللعيبه الموجودين في برشلونه غصبا عن اي حد. لا عجبك الفيديو بقى برو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فاحنا برضه عطينا شوت اوت لجافي وعطينا شوت اوت النهارده لتشافي على المباراه الكويسه اللي عملناها النهارده. عزيزي احنا مش ضد حد، مفيش حد بيقدم حاجه حلوه هنفضل ضده طول الوقت، صعبه جدا، صعبه ان الفرقه تكون بتأدي اداء كويس وانا احاول اقنعك ان الفرقه ما بتقدمش اداء كويس، صعبه جدا وانت عمرك ما تتخيلها ان انا اقول لك على حاجه حلوه انا وانت شفناها مع بعض وانا احاول اقنعك بعد كده ان الحاجه دي وحشه، ازاي يابا انا مش مجنون للدرجه دي. فنفهم بعض بقى، يعني شايف الماتشات اللي عملها بطريقه سيئه هقول لك ان هو ماتشات قدمها بطريقه سيئه، الماتشات اللي قدمها بطريقه كويسه هنقول ان هو قدم مباريات بطريقه كويسه. جافي ما فيش حاجه ما بينه وبينه، قدم مباريات سيئه، النهارده بيقدم مباراه كويسه جدا، ودي مش مشكله، المشكله انك تفضل ثابت على راي واحد وتقعد تعاند مع الناس فيه، وانا مش من الناس دي بصراحه. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش رايك تاني محترم.